عندي أموال لآخرين، ولكن مع ذهاب السنين لا أعرف من هم أصحاب هذه الأموال، فهل أتصدق بها عنهم؟ هذه الأموال كما ذكرت أنها ديون للناس أو ودائع للناس، فإذا عرفت أصحابها يكون عندك وثائق مكتوبة أو تسأل من حولك لعلهم يعرفون أصحاب هذه الأموال، فإذا بذلت مجهودك في معرفتهم ولم تستطع توصل إليهم فإنك تتصدق بهذه الأموال على نية أن الأجر لهم، أن أجرها لهم، وأنت تتخلص منها. فإذا جاءوك أو جاءك أحد منهم بعد ذلك فإنك تخبره وتخيره، إما أن يمضي الصدقة ويكون له الأجر، وإما أن تدفع له حقه ويكون أجر الصدقة لك أنت. نعم. يقول: صليت وأنا محتقن بالبول، فهل صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن يكره إن الإنسان يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا يشغل المصلي ويذهب الخشوع في الصلاة. لكن ما دام أنك صليت صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن لا تعود لمثل هذا. نعم.